أولا، الله سبحانه وتعالى لما خلق العام خلقه وقسمه إلى شهور، والنص القرآني واضح إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا. لم يذكر ربنا سبحانه وتعالى الشهر الكبيس الذي يذكرونه، ولو أنه موجود لذكره ربنا سبحانه وتعالى. هذا اختراع واضح. الأمر الآخر، هل يعقل أنه من عهد بني أمية وعلماء المسلمين مخدرون وهم في عمى وفي جهل ولم نسمع واحدا منهم أنه اعترض على ذلك، وكانوا رضي الله عنهم في عهد بني أمية، يعني في عهد السلف، وكان يوجد تابعون، وقد عمر بعض الصحابة رضي الله عنهم في عهد بني أمية، يعني حتى وصلوا إلى عهد بني أمية. هل يعقل أن تابعين تربوا على أيدي الصحابة أو ما بقي من الصحابة الكرام أن يسكتوا عن ذلك، وكانوا لا يسكتون عن أصغر من ذلك، أن يلعب بشعائر الدين وهناك شعيرتان أساسيتان يلعب بهما، شريعة وفريضة الصوم وفريضة الحج؟ إذا أخذنا بهذا القول فقد لعب ليس فقط بالصوم، وقد لعب أيضا بالحج، لأن ذي الحجة أيضا يأتي في غير وقته، فمعنى ذلك أن الناس يحجون في غير ذي الحجة على هذا الكلام. هل يعقل أن علماء المسلمين الذين كانوا لا يضيعون شيئا من الدين ولا يسكتون على شيء أن يصمتوا كل هذا الوقت ولم نسمع أحدا منهم تكلم عن ذلك؟ وعلى فرض أنه يعني في عهد بني أمية كانوا مجبورين، على فرض، وهذا كلام كذب ليس بصحيح، ولأنهم كانوا يقفون على دقائق الأمور ولا يسكتون عن اللعب والعبث في الدين، على فرض أنهم سكتوا. طيب، انتهى عهد بني أمية وجاء بعدهم عهد بني عباس الذين كانوا يكرهون بني أمية ونقضوا كل شيء فعله بنو أمية. طيب، هل يمكن أن يبقوا هذا الذي حرفه بنو أمية في عهد بني أمية، عرفوه أن يبقوه كما هو وحتى يصل إلى عصرنا هذا ويأتي واحد ومنقذ للناس ويقول لا، إن اكتشفت أن هذا الكلام كذب وأن الكلام أن رمضان يجب أن يكون ثابتا، وهذا اللعب بالدين وهذا اللعب بالعقول، لعب العقول، هل يمكن أن يصدق ذلك؟ هل يمكن أن يصدق؟ وبعد ذلك يعني نطلع في السيرة وفي أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صام في رمضان في شهور الصيف وجاهد في شهور الصيف، والنبي صلى الله عليه وسلم أتى رمضان وكان الوقت بردا كما جاء في أحاديث كان بردا وكان شتاء، وجاء للصحابة الكرام مر عليهم رمضان بشتى الأنواع الطقوس والمواسم، فكيف يمكن أن يكون ذلك والصحابة يعني يمر عليهم هذا الرمضان في كل المواسم ولم نسمع أحدا قال بذلك؟ أما عن الكلام عن اليسر والعسر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، أن الله سبحانه وتعالى ما شرع شريعة وما شرع أمرا إلا ويسره، يعني أعان عليه، حتى ولو طالت مدة الصيام فإن الأجر على قدر المشقة، والله عز وجل يعطي المعونة بحسب الاعتماد عليه وليس بحسب الأسباب. ليس الطعام والشراب هو الذي يشبع الإنسان، وليس الطعام والشراب هو الذي يعطي للإنسان الصحة. الذي يعطي للإنسان الصحة والعافية والقوة الله سبحانه وتعالى بحسب اعتمادنا عليه.
يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر لا يعني أنه معنى ذلك رمضان يكون في وقت محدد ويجب أن يكون في وقت معتدل. طيب الذين يسكنون قرب القطب يعني والنهار عندهم قصير جدا جدا، النهار قصير جدا يعني عندهم إما القطب الجنوبي أو القطب الشمالي، على فرض أن واحد يسكن قرب القطب الشمالي فالنهار طويل جدا، أو القطب الجنوبي النهار قصير جدا يعني ممكن يكون نهار ساعتان أو يكون نهار ساعتين. طيب إذا كان النهار ساعتين نقول أين العدل الإلهي؟ ما في هنا العدل الإلهي، أن الله سبحانه وتعالى أمر الجميع لم يستثني أحدا، ولكن الإنسان بحسب اعتماده عليه إما أن يجد هاتين الساعتين ربما وجدهما مع أنهما ساعتان ربما وجدهما يعني عبئا لأنه لا يعتمد على الله، وربما وجد الإنسان الذي يصوم 14 ساعة يجد ذلك متعة لأنه اعتمد على الله. طيب تعالوا نقرأ حديث مثلا من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، حديث رواه الإمام البزار بإسناد حسن وهو من أحاديث الترغيب والترهيب، ورواه ابن أبي الدنيا أيضا هو يعني بسند قوي. الحديث يقصه لنا سيدنا أبو موسى الأشعري، في آخر الحديث هناك عبارة ما هي؟ إن الله تبارك وتعالى قضى على نفسه أنه من أعطش نفسه، من أعطش نفسه له يعني لله سبحانه وتعالى، إن الله تبارك وتعالى قضى على نفسه أنه من أعطش نفسه له في يوم صائف صائف سقاه الله يوم العطش. كيف يكون هذا الحديث يحضنا على الصيام في يوم صائف ونقول إن يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وأنت تشفق على الذين يصومون في الصيف وتجد ذلك يخالف العدل الإلهي أو الرحمة الإلهية، والنبي صلى الله عليه وسلم يحض على الصيام في اليوم الصائف. والحديث بعد ذلك في هناك أيضا رواية أخرى، إن الله تبارك وتعالى قضى على نفسه أنه من أعطش نفسه في يوم حار، ما يوم صائف لا حار، لأن يوم صائف ممكن يكون معتدلا، لا في يوم حار كان حقا على الله عز وجل أن يرويه يوم القيامة. يقول راوي الحديث عن سيدنا أبي موسى قال: وكان أبو موسى يتوخى اليوم الشديد الحر الذي يكاد الإنسان ينسلخ فيه حرا فيصومه، لأجل هذا الحديث. فالمسألة إذن بالاعتماد على الله، الله عز وجل يعطي القوة، يعني هل هذا أهلك نفسه؟ لا، يصوم اليوم الشديد الحر، وذلك في الجزيرة العربية يوم الحر الشديد الحر ينسلخ الإنسان عن جلده ويصومه، ما الذي يقويه؟ ومر أنه عن سيدنا أبي بن كعب وذلك مما صح عنه أنه كان يأتي عليهم رمضان في شديد الحر شديد الحر، وحتى أنه كان رضي الله عنه أصيب بحمى، سيدنا أبي بن كعب قارئ الصحابة أصيب بحمى، مع الحمى التي فيه كانوا يسكبون عليه الماء وهو صائم ويقول له أفطر فقد تعبت، فلا يفطر ويستعين بالله ويمضي صومه. المسألة التي تغيرت، السلف ما تكلموا بهذا الكلام وما أحد اعترض بوجود رمضان في الصيف ولا في غير الصيف، المسألة التي اختلفت نحن أتينا في هذا الزمان فاختلف يعني الناس ولم يختلف تختلف الأحكام، أتى أناس يريدون أن يتفلتوا من أحكام الله فأخذوا يخترعون هذه الاختراعات وأخذوا يحرفون في الدين. أما هل يعقل أنه من زمن السلف الصالح إلى زمننا هذا كلهم لا يعرفون الشرع ولا يعرفون هذه المصيبة والكارثة، أن رمضان في غير وقته والحج في غير وقته، ويسكتون وهم كالغنم يمشون ويذهبون إلى عرفات
ويحجون في غير عرفات؟ هل وصل يعني استغباء الناس إلى هذه الدرجة أنه نحن ننزل عقول الناس إلى هذه الدرجة المنحطة من التفكير، أن نفكر أنه ممكن علماء المسلمين أن يكونوا في هذه الدرجة من السذاجة لا يعترضون على هذا الأمر؟ هذا أمر يعني ليس يعني ينافي الشرع، بل ينافي العقل والمنطق، ينافي العقل والمنطق. لذلك فلننتبه ولنحذر ولنحذر الناس من هذه الأباطيل التي شاعت والتي تشيع وتنتشر هنا وهناك، والتي يذيعها بعض أعداء هذا الدين لكي يشوشوا على المسلمين ولكي يسوقوهم إلى الضلال، والعياذ بالله تبارك وتعالى.